لا نأتي طلاب إلى قواعد التسمية للإلكانات حسب نظام الأيوباك. أولاً نحدد السلسلة الأم اللي هي أطول سلسلة لذرات الكربون في الجزيئة، ومن ثم نرقم ذرات الكربون مع مراعاة أن تأخذ ذرة كربون المتفرعة أصغر الأرقام، ويسمى المركب حسب عدد ذرات الكربون المكونة لتلك السلسلة كما في الجدول السابق طبعاً. فمثلاً نأخذ المثال هذا اللي هو هذه السلسلة أو هذا المركب اللي أمامنا. أول شيء أسوي طلاب أجي أحدد أطول سلسلة لذرات الكربون. بالنسبة لهذا المركب واضح بأنه أطول سلسلة لذرات الكربون مكونة من 7 ذرات كربون، لذلك بما أنه السلسلة الأطول هي مكونة من 7 ذرات كربون، إذا أعتبرها هي هذه السلسلة الأم، وعلى أساسها أسمي اسم المركب الأساس اللي هو شنو 7 ذرات كربون، اللي هو الهبتين. يعني المركب اسم الأساس هو هبتين، يعني 7 ذرات كربون. طبعا الآن بغض النظر عن باقي التفاصيل من التفرعات وأنواع التفرعات وغيرها اللي هسه راح نشرحها في النقاط الأخرى. إذن المركب هذا مكون من 7، حددت أطول سلسلة في الجزيئة مكونة من 7 ذرات كربون، وسميت المركب اسم الأساس هو الهبتان. النقطة الثانية نجي على التفرع أو الألكان المتفرع، وكيف أسمي التفرع وإذا كان مكون من أكثر من تفرع، يعني أكثر من مجموعة ألكين متفرعة شلون أسميها، راح نشرحها الآن. الألكان المتفرع يسمى التفرع بمجموعة الألكيل الكيل جروب، وحسب عدد ذرات كربون لذلك التفرع. يعني إذا كان التفرع مكون من ذرة كربون واحدة فنسميها مجموعة مثل، وإذا تكون من ذرتين كربون نسميه مجموعة أثل، وهكذا. أي يحذف المقطع ANE من نهاية اسم الألكان ويستبدل بالمقطع YL في لينتج اسم مجموعة الألكيد المتفرعة. يعني أجي أباوع على ذرة الكربون المتفرعة أو التفرع، أجي أباوع على التفرع وأحدد عدد ذرات الكربون المكونة أو المكونة لذلك التفرع، وعلى أساس عدد ذرات الكربون راح أسمي مجموعة الألكيل المتفرعة. مثلا بالمركب هذا، مركب هذا اللي هو قلنا 7 ذرات كربون نسميه هبتين، اسمه هو هبتين. أجي أباوع التفرع هنا عندي هو مكون من ذرة كربون واحدة، إذن بما أنه مكون من ذرة كربون واحدة إذن اسمها الأساس هو ميثين، ذرة كربون واحدة. وبما أنه هي تفرع وليست سلسلة أم أسميه مثل جروب. إذن على هذا الأساس هذا المركب اسمه شنو؟ 4 مثل هبتين، اسمه شنو؟ 4 مثل هبتين. إذن رقمت، حددت بالبداية أطول سلسلة هيدروكربونية بالجزيئة، ورقمت السلسلة الهيدروكربونية بحيث أنطي لذرة كربون المتفرعة أصغر الأرقام، وبعدها أجي أنظر إلى التفرع وأحدد عدد ذرات الكربون للتفرع وأسمي الفرع اللي هو هنا هذا المثال هو مجموعة مثل، إذن موقعها 4. إذن 4 أحدد موقع المجموعة بالرقم 4 اللي يرمز إلى ذرة كربون المتفرعة عندها، مثل هبتين، 4 مثل أو 4 مثل هبتين. الآن النقطة الثالثة، في حالة وجود أكثر من مجموعة ألكيل متفرعة ومن نفس النوع، يعني إذا كانت السلسلة الهيدروكربونية متفرعة بأكثر من تفرع واحد، وهذه التفرعات هي من نفس مجموعة الألكيل، يعني نفس مجموعة الألكيل، يعني خلينا نقول مثلا التفرعات هي مجاميع مثل، كل التفرعات هي مجاميع مثل، مثل هذا المثال اللي أمامنا. هذه عندي تفرعين، هاي الجزيئة تفرعين،
التفرعين هم اثنيناتهم مجاميع مثل، يعني نفس نوع المجموعة المتفرع، يعني مجموعتين من نفس النوع مجاميع مثل. إذا كان عندي مجموعتين مثل فهنا لازم يسبق اسم مجموعة المثل بالبادئة داي، داي معناها ثنائي. وإذا كانت ثلاث مجاميع متفرعة لازم نضيف إلى اسم مجموعة المثل يعني المجموعة المتفرعة كلمة أو البادئة تراي معناها ثلاثة، ثلاث مجاميع أو ثلاثي. وإذا كانت أربع مجاميع نضيف لها البادئ تترا معناها رباعي، أو إذا خمس مجاميع نضيف لها البادئة بنتا معناها خماسي، وهكذا. وهذا كله وين أضيفه؟ يعني هاي البادئات الداي والتراي والتترا والبنتا هذه كلها تسبق اسم مجموعة الألكيل، الألكيل جروب. طبعا قبلها لازم أحدد موقع التفرع، اللي هو شنو، وين موقع التفرع؟ هو رقم ذرة الكربون الحاملة لذلك التفرع. نأخذ هذه المثالين راح نفتهم عليها إن شاء الله. المثال الأول بالبداية مثل ما اتفقنا، أبدي أول خطوة أسويها هو أحدد أطول سلسلة كربونية في جزيئة الألكان. هذه أطول سلسلة أمامنا، حددتها بالبداية بما أنه هي مكونة من ست ذرات كربون. إذن اسم المركب الأم هو شنو؟ هكسين، لأنه مكون من ست ذرات كربون. الخطوة اللي بعدها أبدي أرقم السلسلة الأطول بحيث أنطي التفرعات أصغر الأرقام. يعني هنا جيت رقمت السلسلة الهيدروكربونية الأطول وبديت الترقيم من هذه الجهة اللي انطيت هذه ذرة كربون رقم واحد، وذرة الكربون اللي حاملة لأول تفرع انطيتها رقم اثنين، ومشيت بهذا الاتجاه إلى ست ذرات كربون. يعني شنو معنى هذا؟ ما يصير أني أجي أرقم من الاتجاه المعاكس من هذا الاتجاه. يعني إذا رقمت منها، إذا بديت منها هاي ذرة الكربون أسويها رقم واحد وأمشي اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، راح يصير عندي شنو، التفرعات راح تأخذ أرقام أربعة وخمسة، يعني أرقام كبيرة، وهذا خطأ في التسمية. أي يجب أن تعطى أو يكون اتجاه ترقيم السلسلة الأطول بالاتجاه اللي يعطي ذرات الكربون المتفرعة أصغر الأرقام على السلسلة، لذلك يكون اسم هذا المركب هو 2-3-dimethyl-dimethyl، يعني عندي مجموعتين مثل مش شابهة، dimethyl هكسين، 2-3-dimethyl هكسين. المثال الآخر، هنا عندي مجموعتين فرعية أو مجموعتين متفرعة اللي هن اثنيناتهن مجاميع مثل، يعني مجموعتين مش شابهة، لكن التفرع صار من نفس ذرة الكربون، يعني ذرة كربون واحدة بها تفرعين. هنا شلون أسمي؟ نفس الخطوات، بالبداية أحدد السلسلة الأطول هنا اللي هي أيضا ست ذرات كربون، أطول سلسلة في الجزيئة، وأبدي أرقم السلسلة الهيدروكربونية بحيث أنطي ذرة الكربون المتفرعة أصغر الأرقام اللي هي هنا ذرة كربون رقم 3. هنا بما أنه التفرع صار على نفس ذرة الكربون وعندي فرعين أو تفرعين، هنا لازم أحدد وأكتب هذا التفرع وين مكانه. تفرع 3 فارزة 3 معناها شنو؟ التفرع على نفس ذرة الكربون اللي هي رقم 3، يعني لازم أحدد التفرعين برقمين، ما يصير أقول بس 3، يعني ما يصير أكتب 3 وحدة فقط، لازم أكتب 3-3-، وشنو عندي التفرع؟ مجموعتين مثل مش شابهة، إذن أكتب داي مثل هكسين. واضح طلاب؟ وإن شاء الله بالأمثلة الجاية راح نتعلم أكثر، وأريد من عندكم طبعا تتمرنون على هذه التسميات، وراح نكمل بالسلايد القادم بقية قواعد التسمية. الآن طلاب، إذا كانت عندي
المجاميع الفرعية يعني مجاميع الألكل مختلفة، يعني مجاميع الكيل مختلفة على السلسلة أو على سلسلة الألكان الأطول. مثلا عندي هنا في هذا المثال مجموعتين الكيل متفرعة اللي هي مجموعة المثل ومجموعة الأثل. هنا مجموعة مثل لأنه ذرة كربون وحدة، وهنا التفرع الآخر هو مجموعة أثل لأنه متكون من ذرتين كربون. بهذه الحالة شلون نسمي هذا النوع من المركبات؟ نجي نفس الخطوات السابقة، نرقم السلسلة الكربونية أو نحدد السلسلة الكربونية الأطول اللي هي هنا 7 ذرات كربون. وانتبه هنا، هنا زاد عندي التفرع ذرتين، إذا أجي أحسب 1 2 3 4 5 6 هنا 1 2 3 يعني هنا ذرتين كربون، 3 4 5 6 هنا 6 ذرات كربون، لكن عندي هنا 7 ذرات كربون. إذا هذه السلسلة الكربونية الأطول. إذا المركب الأم شنو؟ بما أنه 7 ذرات كربون هو هبتين. أجي أكتب تحت اسم أو تحت الستركتشر أكتب المركب هو اسمه هبتين. بعدين أجي على بقية التسمية المتعلقة بالتفرعات. إحنا اتفقنا بأنه من أجي أرقم السلسلة الهيدروكربونية الأطول لازم أنطي أصغر الأرقام لذرات الكربون المتفرعة. يعني هنا جيت انطيت بديت الترقيم من هذه الجهة، هاي كربون رقم 1 2 3 4 و 7 ذرات كربون. إذا انطيت هنا التفرع أو أول تفرع هو أصغر الأرقام اللي هو 3، وذرة الكربون الثانية المتفرعة هي رقم 4 اللي هي تحمل مجموعة أثل. وأجي أكمل التسمية، قلنا نكتب بالبداية اسم السلسلة الأم أو السلسلة الأطول اللي هي الهبتين، وبعدين أكمل باقي التسمية. تسلسل التسمية شلون يكون؟ لازم يكون حسب الحروف الأبجدية. يعني أجي أباوع هذا التفرع هو مجموعة أثل وهذا مجموعة مثل، يعني هذا يبدي بحرف الإي والتفرع الثاني اللي هو مجموعة المثل يبدي بحرف الأم. إذن لازم أجي أراعي تسلسل الهجائي للحروف في كتابة التسمية. يعني أكتب الأثل جروب بالبداية في بداية اسم المركب لأنه يبدي بحرف إي. حرف إي طبعا بالتسلسل الأبجدي الألفابيتيكال هو قبل حرف الأم. إذن مجموعة الأثل تكتب أولا ويكتب رقم ذرة الكربون قبلها المتفرعة من عدها. إذن 4 أثل، 3 مثل، هبتين. أعتقد واضح طلاب. النقطة الرابعة، أجي إذا كان عندي في حالة وجود مجاميع معوضة على الألكان اللي هي غير مجاميع الألكيل طبعا، اللي هي مثل ذرات الفلور والكلور والبروم ومجموعة النايترو، هذه كلها نسميها ذرات مغايرة يعني غير الكربون معوضة على سلسلة هيدروكربونية، أو مجاميع مثل مجموعة النايترو إذا كانت معوضة على السلسلة الكربونية أو على جزيئة الألكان شلون نسميها. نجي هذه المجاميع كلها لها أسماءها طبعا، موجودة أني منطيكم هنا بعض الأسماء أو الأسماء الشائعة لبعض المجاميع المعوضة اللي قد صادفنا في المركبات العضوية، وأسماء كل وحدة من عندها أيضا لازم تحفظ. أنا خليت لكم هذه النماذج البسيطة، 5 أو 6 مجاميع معوضة، أريد من عندكم تحفظوها. أجي شلون أسمي؟ نفس الخطوات أو نفس القواعد اللي مشينا عليها في التسمية اللي هي أعيدها مرة أخرى أو مرة ما أعرف شقد عددها صار. أحدد السلسلة الهيدروكربونية الأطول وأجي أباوع على التفرعات وين موجودة عندي، أبدي أرقم الكربون الأقرب برقم 1 ورقم 2 ورقم 3، يعني أنطي التفرعات أو المجاميع المعوضة أصغر الأرقام وأجي أسمي المركب. هنا عندي المركب هو مكون من 6 ذرات كربون. إذن المركب هو شنو؟
المركب الأم أو اسم السلسلة الأطول هي هيكسين، أثبتها من البداية وبعدين أجي أسمي التفرعات. عندي مجموعة أو ذرة كربون رقم 2 هي حاملة أو معوضة بمجموعة النيترو، نيترو جروب، وذرة الكربون رقم 3 معوضة ب البروم. هنا بالتسمية طبعا أيضا لازم أراعي التسلسل الأبجدي لأسماء المجاميع المعوضة. هنا عندي مجموعة البروم أو ذرة البروم هي تبدأ بحرف البي، البي إذن تكتب في بداية اسم المركب، وأكتب رقم ذرة الكربون المتفرعة عندها ذرة البروم، إذن يصير اسم المركب 3 بروما، برومو العفو 3 برومو، وبعدين أجي مجموعة النيترو وين معوضة على ذرة كربون رقم 2، إذن أكتب داش 2 داش نيترو هيكسين 3 برومو 2 نيترو هيكسين، وهو اسم هذا المركب. عندي هنا أيضا خليت لكم مجموعة من مجاميع الألكيل وأسمائها الشائعة. عندي هنا مجموعة المثل ومجموعة الأثل ومجموعة نورمال بروبل. نورمال هنا نقصد به هذا حرف الـ N الصغير، small letter N، معناها مجموعة الألكيل هي بشكل سلسلة مو متفرعة. نورمال يعني بشكل سلسلة مستقيمة، ثلاث ذرات كربون أسميها بروبل، جاي من البروبين اللي هي ثلاث ذرات كربون، فمن تكون مجموعة معوضة نسميها مجموعة بروبل والنورمال بيوتيل والايسو بروبل. القاعدة الخامسة والأخيرة من قواعد التسمية تتعلق بكيفية ترتيب أسماء التفرعات في حالة وجود أكثر من مجموعة ألكيل فرعية ومن أنواع مختلفة. تعلمنا طلاب من القاعدة الثالثة لقواعد التسمية كيف نسمي التفرع إذا كان هناك مجموعتين ألكيل فرعية ومن نفس النوع، بأن نضيف البادئ داي أو نضيف البادئ تراي إذا كان عندنا ثلاث مجاميع لنفس النوع أو تترا لأربع مجاميع وهكذا. القاعدة الخامسة تقول البادئات هذه يعني الداي والتراي والتترا، البادئات الداي والتراي والتترا وكذلك البادئات السكندري، هاي الاس اي سي هي مختصر سكندري، والتيرشري تي اي ار تي هاي مختصر التيرشري. هذه البادئات هذه ما تدخل ضمن الترتيب الهجائي للمجاميع. يعني شلون؟ مثلا نجي على المثال هذا، عندي هذا المركب. إذا أجي أرجع إلى قواعد التسمية، بالبداية أحدد السلسلة الهيدروكربونية الأطول اللي هي هنا ست ذرات كربون، 1 2 3 4 5 ست ذرات كربون، وبعدين أجي أرقم ذرات الكربون بحيث أنطي التفرع أصغر الأرقام، بحيث أنطي شنو التفرع أو ذرة الكربون المتفرعة أصغر الأرقام. هنا أجي أشوف ذرة الكربون هذه رقم 2 هي راح تكون تأخذ أصغر الأرقام، ونشوفها تكون شنو هذه، نشوف هاي ذرة الكربون شبيها حاملة لمجموعتين من نوع مثل، هاي مجموعتين CH3 من نوع مثل، وذرة الكربون رقم 4 حاملة لمجموعة CH2CH3 أي مجموعة الأثل. مو تمام؟ زين، أجي بما أنه أنا عندي مجموعتين إيش أسوي بهاي الحالة؟ عندي مجموعتين مختلفة، واحدة من التفرعات هي شنو مجموعتين مثل، معناها عندي داي مثل، فإيش أسوي؟ أنا بغض النظر عن الداي أو التراي أو التترا، يعني كم مجموعة مثل على ذرة كربون واحدة أو على عدة ذرات كربون، أني هذه أتركها، يعني الداي ما أمشي عليه، وإنما أمشي شنو على اسم مجموعة الألكل. يعني من أرتب تسلسل المجاميع في اسم المركب
أعتمد على اسم مجموعة الأثل وليس على البادئة الداي أو التراي أو التترا أو السكندري أو التيرشري. لذلك هذا المركب يتم تسميته أنا يعني عندي مجموعتين مثل ومجموعة أثل وحدة. التسلسل الهجائي للمجاميع الأثل تجي بالبداية في بداية اسم المركب لأنه الإي بالحروف الهجائية الإنجليزية يجي قبل الإم، لذلك يكون اسم هذا المركب هو 4-2-2-dimethylhexane-2-2-dimethyl. ليش 2-2 مكررها مرتين؟ لأنه ذرة الكربون رقم 2 متفرعة بفرعين من مجاميع المثل، لذلك يجب أن أحدد ذرة الكربون الحاملة لمجموعتين المثل dimethyl، إذا يكون اسم المركب 4-ethyl-2-2-dimethylhexane وليس هنا كاتب نوت 2-2-dimethyl-4-ethylhexane وليس 2-2-dimethyl-4-ethylhexane. واضح طلاب؟ زين. عندي بعض المجاميع أسماءها طبعا راح نجيها بالسلايد القادم، أكو مجاميع شائعة يعني تسميتها شائعة الايزو والتيرشري والسكندري راح تعرفوها بالسلايد القادم، راح تعرفون تسميتها وتحفظوها. عندي بعض المجاميع تسبق بالمقطع او العفو البريفكس الباديه ايزو، هذه اذا كانت ايزو يعني اذا كانت المجموعه مجموعه الالكيل هي من نوع ايزو تدخل يجب ان تدخل ضمن تسلسل الحروف الابجديه عند كتابة اسم المركب. يعني نجي هنا على هذا المركب بالبداية حدد السلسلة الكربونية الأطول اللي هي هنا 8 ذرات كربون، وأجي أرقم بحيث أنطي التفرع أصغر الأرقام، فإذا هنا يكون التفرع عندي من جهة اليمين 1-2-3-4-5-6-7-8. المجاميع اللي عندي الخطوة الثانية، المجاميع اللي عندي شنو أشوفها شنو أنواعها؟ المجاميع الألكيل المعوضة عندي مجاميع أثل 2 هذه وحدة وهذه الثانية، عندي مجموعة أثل وحدة على ذرة كربون رقم 4، وعندي مجموعة آيزو بروبيل، هذه المجموعة نسميها آيزو بروبيل معوضة على ذرة الكربون رقم 5. فإذا المركب هو كل المركب الأم شنو هو؟ أوكتين. ليش؟ لأنه مكون من 8 ذرات كربون. الأثل في تسلسل الحروف الهجائية هي تجي في بداية اسم المركب، بعدين حرف الآي، إذا تجي مجموعة الأيزوبروبيل، ومجموعة المثل تجي في نهاية تسلسل المجاميع المعوضة. إذا اسم المركب هو 3-3-diethyl-5-isopropyl-4-methyl-octane. فإذا أنا هنا عندما عند كتابة المركب يجب أن يكون يجب أن تكون المجاميع المعوضة مرتبة حسب تسلسل الحروف الأبجدية ل مجاميع الألكيل المعوضة. الآن نأتي إلى تصنيف ذرات الكربون والهيدروجين في المركب العضوي. أنا عندي بما أنه كل ذرة كربون يجب أن ترتبط بأربع عواصر، يعني يجب أن تحاط بأربع عواصر دائما، الكربون حتى يكون مستقر يجب أن يحاط بأربع عواصر، يعني يرتبط بأربع ذرات في حالة الألكان أو الهيدروكربون المشبع. زين، هذه مصنفة أو ذرات الكربون حسب طريقة ارتباطها أو حسب عدد المجاميع أو الذرات المرتبطة بها مصنفة إلى أربع أصناف، هي برايمري أولية، يعني برايمري أولية يرمز لها بالرمز 1 ديجري، وثانوية سكندري يرمز لها بالرمز 2 degree، وتيرشري أي ثالثية يرمز لها بالرمز 3 أو 3 degree، أو quaternary أي رباعية ويرمز لها بالرمز 4 degree، واعتماد هذا كله شنو depending on the number of carbon atoms bonded to it، يعني اعتمادا
على ذرة الكربون المرتبطة بهذه الذرة. هاي الأمثلة اللي موجودة أمامنا، عندنا هذه جزيئة البروبين، أجي أشوف كل ذرة كربون هي من يا صنف. ذرة الكربون هذه اللي هي CH3 الطرفية، هذه من النوع البرايمري أو الأولية. ليش برايمري؟ لأنه مرتبط بذرة كربون واحدة. ذرة الكربون الوسطية هذه أشوفها بمن مرتبطة؟ مرتبطة بذرتين كربون، إذن أقول عليها من نوع سكندري، سكندري كربون. الجزيئة الأخرى اللي هي 2 مثل بروبين، أجي كل ذرة كربون من يا نوع. ذرات الكربون الطرفية هذه 1، 2، 3، هاي من النوع البرايمري. ذرة الكربون الوسطية هذه أشوفها بكم ذرة كربون مرتبطة؟ مرتبطة بثلاث ذرات كربون، إذن تسمى أو تصنف بأنها تيرشري كربون أو كربون ثالثية. ليش؟ لأنها مرتبطة بثلاث ذرات كربون. المثال الأخير هذا اللي هو 2-2-4 تريمثل بنتين، أشوف ذرة الكربون هذه مرتبطة بكم ذرة كربون أخرى؟ مرتبطة بأربع ذرات كربون، إذن أقول عليها شنو؟ كواترنري كربون، كواترنري كربون أو كربون رابعية، مرتبطة بأربع ذرات كربون. نفس الكلام هذا ينطبق على تصنيف ذرات الهيدروجين في المركب العضوي. يعني إذا كانت ذرة الهيدروجين مرتبطة بذرة كربون واحدة فأسميها برايمري هيدروجين، إذا كانت ذرة الهيدروجين ذرة الهيدروجين مرتبطة بذرة كربون أولية فتسمى شنو؟ برايمري هيدروجين. وإذا كانت ذرة الهيدروجين مرتبطة بكربون ثانوية فنسميه سكندري هيدروجين، وهكذا نفس التصنيف اللي تصنف بها ذرات الكربون بنفس الطريقة. هذا الجدول الطلاب نتعرف من خلاله على أنواع المجاميع أو مجاميع الألكل اللي راح تصادفنا خلال دراستنا للكيمياء العضوية. بعض من هذه المجاميع هي مرت علينا في المواضيع السابقة أو في السلايدات السابقة، وهي بسيطة نقدر نتعرف من خلالها، يعني بدون ما نحفظها، على اسم نقدر نعرف من خلالها اسم مجموعة الألكين. مثلا هذه مجموعة المثل اللي هي كنا نعرفها CH3، منين جاية هذه؟ جاية من الميثان. أنا عندي الميثان ذرة كربون واحدة، تذكرون الميثان هو CH4، فمجموعة المثل هي CH3 جاية من كلمة ميثان، أحذف المقطع ANE من نهاية اسم الميثان وأضيف بدال المقطع YL حتى أرمز لمجموعة الألكيل. وكذلك مجموعة الأثل هي مشتقة من الإيثان ذرتين كربون اللي هي CH2CH3 مجموعة الأثل، ومجموعة البروبيل هي CH2CH2CH3 لأنه مشتقة من البروبين اللي هو ثلاث ذرات كربون ناقص هيدروجين وحدة. يعني إذا تلاحظون هذه المجاميع هي نفس الصيغة الجزيئية ناقص ذرة هيدروجين وحدة للميثان المقابل أو للألكان المقابل. وكذلك مجموعة البيوتيل هذه مشتقة من البيوتان بأربع ذرات كربون. ارتباط هذه المجاميع، إذا تشوفون هاي العاصرة، كل هاي المجاميع مرسوم بها عاصرة، هذه العاصرة تدل على موقع ارتباط مجموعة الألكيل بالسلسلة الهيدروكربونية. نجي على المجاميع اللي لازم تحفظ طبعا، هي مجاميع الايزوبروبيل والايزوبيوتيل والسكندري بيوتيل وتيرشري بيوتيل. هنا SEC هي مختصر للسكندري أي ثانوي، والتيرشري هي مختصر أو TERT هي مختصر لكلمة التيرشري أي الثالثي،
يعني ذرة الكربون ثالثية اللي يصير عن طريقها الارتباط. بيوتيل لأنه أربع ذرات كربون فتسمى هذه المجموعة تيرشيري بيوتيل، وهذه المجموعة سكندري بيوتيل. ليش سكندري؟ لأنه ذرة الكربون اللي يتم عن طريقها الارتباط بالسلسلة الهيدروكربونية الأم هي ذرة كربون ثانوية مرتبطة بذرتين كربون. و الايزوبيوتيل ايضا متكونة بيوتيل جاية من اربع ذرات كربون، والارتباط هو يكون من خلال ذرة الكربون الطرفية هذه CH2. والايزوبروبيل جاية من البروبين او البروبيل اللي هي ثلاث ذرات كربون. وايزو ليش ايزو؟ لانه الارتباط يكون عن طريق ذرة الكربون الوسطية. هذه طلاب المجاميع الشائعة اللي راح تصادفنا خلال التسميات وخلال دراستنا بصورة عامة للكيمياء العضوية، مهمة جدا. نأتي الآن طلابنا الأعزاء إلى موضوع السايكلو الكانات، السايكلو الكينز. السايكلو الكانات هي الهيدروكربونات الحاوية على ذرات كربون مرتبطة فيما بينها لتكوين مركب حلقي. A hydrocarbon that contains carbon atoms joined to form a ring is called cyclic hydrocarbon. احنا متفقين طلاب بانه اذا كانت كل ذرات الكربون في الهيدروكربون او كل ذرات الكربون بالمركب العضوي مشبعه بالهيدروجين، عندئذ نطلق على المركب هيدروكربون مشبع او saturated hydrocarbon. نفس الكلام ينطبق على السايكلو او السايكليك كومباوند او المركبات الحلقية. فاذا كان المركب الحلقي او المركب العضوي يحتوي على او يكون بذرات الكربون كلها مشبعة بالهيدروجين نطلق عليه سايكلو الكان، يعني مركب الكان يحتوي على نظام حلقي نسميه سايكلو الكان. هاي الأمثلة اللي واضحة أمامنا. طبعا السايكلو الكانات أو التراكيب الحلقية تبدأ من ثلاث ذرات كربون فأكثر، يعني موجودة بالطبيعة. نظريا طبعا يمكن للمركب أو لذرات الكربون أن ترتبط فيما بينها لتكوين تراكيب حلقية تمتد من ثلاث ذرات إلى توصل إلى 30، هاي بالطبيعة أو نظريا. لكن ياهي اللي أكثر استقرار تكون بيها. على الأغلب التراكيب الحلقية أو السايكلو الكانات الأكثر استقرار هي المكونة من خمس ذرات كربون أو ست ذرات كربون. يعني السايكلو بنتين عندي خمس ذرات كربون، بما أنه بنتين أو خمس ذرات كربون احنا نسميه بنتين، نضيف له البادي أسايكلو فيصير سايكلو بنتين. وست ذرات كربون أو حلقة مكونة من ست ذرات كربون نسميها سايكلو هكسين. هذه السايكلو بنتين والسايكلو هكسين هي تكون الأكثر استقرار من بين كل السايكلو الكانات. شوف هاي الأمثلة، شوفوا طلاب الأمثلة اللي أمامنا. عندي السايكلو بروبين هو متكون حلقة مكونة من ثلاث ذرات كربون، رسمها يكون بهذا الشكل، شكل مثلث. طبعا أطوال الأواصر بالسايكلو الكانات تكون بنفس الطول، يعني أطوال الأواصر بنفس الطول، فنرمز لها بهذا الرمز المثلث. والسايكلو بيوتين اللي مكون من أربع ذرات كربون يرسم بهذا الشكل، بهذا الشكل المربع. والسايكلو بنتين يرسم بهذا الشكل البنتاغونال أو الخماسي اللي هو نسميه سايكلو بنتين. والسايكلو هكسين المكون من ست ذرات كربون وسبع ذرات كربون متكونة حلقة من سبع ذرات كربون. وعندي هنا المثال السايكلو أوكتين اللي هو مكون من ثمان ذرات كربون، وهذا التركيب أو الشكل الثماني يرمز إلى السايكلو أوكتين. طبعا بالنسبة للصيغة الجزيئية للسايكلو الكانات هي CnH2N. احنا بالنسبة للألكانات كانت الصيغة الجزيئية مالتنا شنو؟ يعني الألكانات المشبعة والهيدروكربون المشبع اللي هو الألكان
CnH2n plus 2. بينما سايكلو الكانات نلاحظ الصيغة الجزيئية إلها CnH2n، معناها شنو؟ نقصت ذرتين هيدروجين، نقصت ذرتين هيدروجين عن الألكان المقابل. ليش نقصت ذرتين هيدروجين؟ لأنه إذا نلاحظ هنا كل ذرة كربون متصلة بذرة كربون أخرى، يعني هذه فرقها عن الألكان العادي يعني الاعتيادي، هذا اللي احنا شفناه بالسلايدات السابقة. سايكلو ألكان كل ذرة كربون ألاحظ متصلة بذرة كربون أخرى، لذلك يقل عدد ذرات الهيدروجين باثنين عن الألكان المقابل. إذا تعرفنا طلاب على الهيدروكربونات الحلقية المشبعة والألكانات الحلقية سايكلو أركينز، حيث تعريفها وفرق عن الهيدروكربون المفتوح السلسلة المقابل. نأتي الآن إلى كيفية تسمية هذا النوع من المركبات. حتى أسمي سايكلو ألكان أرجع إلى اسم الألكان المقابل، يعني أرجع إلى اسم الألكان المفتوح السلسلة المقابل، يعني اللي بنفس عدد ذرات الكربون، وأسبق اسمه بكلمة سايكلو، أسبق اسمه بكلمة سايكلو، يعني مثل ما شفنا بالسلايد السابق شلون الحلقة المكونة من ثلاث ذرات كربون، بما أنه ثلاث ذرات كربون إذن بروبين، وإذا هو حلقي أسبقه بكلمة سايكلو، فإذا يكون سايكلو بروبين، والأربع الحلقة المكونة من أربع ذرات كربون اللي هي سايكلو بيوتين وسايكلو بنتين وسايكلو هكسين وهكذا. هذا إذا كانت حلقة بسيطة غير معوضة. يعني شنو غير معوضة؟ يعني ما بيها مجاميع معوضة على الحلقة، مثل هذه الأمثلة اللي موجودة أمامكم. إذا كانت الحلقة معوضة بمجموعة وحدة، بهاي الحالة ما أحتاج أرقم. يعني احنا تعلمنا موضوع التسمية من بدايته ولحد الآن، أني من أذكر أو من أحدد عدد ذرات الكربون سواء كانت بالسلسلة المفتوحة أو بالتركيب الحلقي السايكلو، أني لازم شنو؟ أرقم، مو تمام؟ فإذا كانت الحلقة معوضة بمجموعة واحدة، if there is only one substituent there is no need to give it a number، يعني إذا كانت الحلقة معوضة بمجموعة واحدة ما يحتاج أرقم الحلقة. مثال، هذا المثال اللي أمامنا، هذا عندي حلقة سداسية متكونة من ست ذرات كربون، بما أنه ستة فمعناها هيكسين، بما أنه حلقي لازم أسبقه بكلمة سايكلو، فهو هذا شنو؟ حلقة مكونة من ست ذرات كربون هو اسمه سايكلو هيكسين. أجي أباوع، إيش عندي هنا؟ عندي مجموعة معوضة واحدة اللي هي مجموعة المثل، هذه CH3 معوضة على حلقة سداسية، فإذا يكون اسم المركب مثل سايكلو هيكسين، يعني أكتب اسم المجموعة المعوضة وبعدين اسم السايكلو هيكسين. زين، إذا كان الموضوع أكثر تعقيد، يعني أكثر مجاميع معوضة أكثر من مجموعة معوضة واحدة، هنا إيش أسوي؟ أجي أرقم الحلقة بحيث أنطي المجاميع أو ذرات الكربون المعوضة أصغر الأرقام، مثل ما تعلمنا في تسمية الألكان بالسلسلة المفتوحة. أيضا تعلمنا شلون الرقم السلسلة المفتوحة أو ذرات الكربون بحيث أنطي التعويضات أو المجاميع المعوضة أصغر الأرقام. نفس الكلام ينطبق على السايكلو الكين. هنا أشوف من هذا المثال إيش عندي؟ عندي مجموعتين معوضة، أجي أرقم 1 2 3 4 5 6، مجاميع المعوضة صارت عندي أخذت أصغر الأرقام، إذن اسم المركب شنو؟ 1-3-dimethylcyclohexane، cyclohexane حلقة سداسية، cyclohexane بها مجموعتين معوضة، وين المجموعتين المعوضة؟ رقمت على موقع 1 و3، يعني صار عندي اتجاه الترقيم باتجاه عقارب الساعة، بحيث نطيت أصغر الأرقام لذرات الكربون الحاملة للمجاميع المعوضة، وليس not 1,5-dimethylcyclohexane، يعني ما يصير أرقم بالاتجاه المعاكس، ما يصير أرقم بالاتجاه المعاكس. يعني إذا رقمت هذه 1
هاي 2 هاي 3 هاي 4 هاي 5 راح يكون خطأ عندي. لازم المجاميع المعوضة تأخذ الأرقام الصغيرة، يعني ذرات الكربون تأخذ أصغر الأرقام باتجاه الترقيم. فإذا الصحيح هو 1-3 داي مثل سايكلوهكسين وليس 1-5 داي مثل سايكلوهكسين. مثال الآخر، هذا المثال الثاني اللي هو 1-أثيل، أيضا جيت رقمت السلسلة أو العفو رقمت الحلقة، رقمت الحلقة بحيث نطيت أصغر الأرقام للذرات الكربون الحاملة للمجاميع المعوضة. عندي مجموعتين معوضة، مجموعة أثيل هذه CH2، طبعا هذا هنا CH2 ما مكتوب هنا، هو مو شرط ينكتب، في بعض الأحيان يكتبوه بهذا الشكل CH2 CH3. إذا هذه كلها مجموعة أثيل ذرتين كربون، ومجموعة مثل على ذرة كربون رقم 3. إذا يكون اسم المركب، وما أنسى التسلسل الأبجدي بكتابة المجاميع المعوضة أو مجاميع المثل أو أي مجاميع معوضة أخرى. فإذا إجت الأثيل هنا بالبداية، رقم ذرة الكربون الحاملة إلها شقد؟ 1 أثيل 3 مثل سايكلو هكسين، 1 أثيل 3 مثل سايكلو هكسين، وليس شوفوا هنا نوت 1 أثيل 5 مثل، يعني ما رقمت بهذا الاتجاه، هذا الترقيم خطأ. يعني من أجي رقم 1 2 3 4 5 صار عندي شنو؟ صار عندي المجاميع المعوضة أخذت أرقام كبيرة، وهذا خطأ. لازم من أرقم، ما أنسى هاي القاعدة، أخذ أو أنطي ذرات الكربون الحاملة للمجاميع المعوضة أصغر الأرقام. أما إذا كانت هاي، طبعا هذا الكلام كله إذا كان عندي مجموعتين معوضة، إذا كانت ثلاث مجاميع معوضة أو أكثر، if there are three or more substituent number the ring so as to give them the lowest set of number، يعني شنو؟ أرقم الحلقة بحيث أنطي المجاميع المعوضة طبعا نفس الشيء أصغر الأرقام، and then list the substituent in alphabetical order. هسه نجي نشوف شلون مثال. هذا المثال اللي هنا عندنا، عندي حلقة خماسية، بما أنه خماسية يعني خمس ذرات كربون، فالمركب هو سايكلو بنتين. عندي ثلاث مجاميع معوضة اللي هي كلور والبروم ومجموعة المثل. شلون أرقم؟ أرقم بهذا الاتجاه بحيث تأخذ أصغر الأرقام، يعني هذا 1 2 3 4 5. جيت سميت المركب، ايش عندي؟ عندي مجموعة كلور وبروم ومثل. من اجي اسلسلها حسب الحروف الهجائية، تجي البروم بالبداية يعني حرف بي، والكلور ثانيا، ومجموعة المثل ثالثا. اذا واكتب كل مجموعة برقم ذرة الكربون الحاملة الها، يعني 2 برومو 1 كلورو 3 مثل سايكلو بنتين. زين، المثال الآخر شنو عندي؟ عندي مجموعتين معوضة أو ذرتين كربون معوضة على حلقة سداسية، بما أنه حلقة سداسية معناها سايكلوهكسين. أجي هنا إيش عندي؟ عندي مجموعتين معوضة، واتفقنا بأنه المجاميع المعوضة تأخذ أصغر الأرقام، يعني ذرات الكربون الحاملة المجاميع المعوضة تأخذ أصغر الأرقام، وانتبه على هاي النقطة المهمة كلش. عندي ذرة كربون رقم 1 حاملة لمجموعتين أو معوضة بمجموعتين مثل، ذرة كربون رقم 2 معوضة بالبروم، البروم حسب التسلسل الهجائي يجي قبل المثل، هذه خليكم إياها باللون الأحمر. فإذا تجي أكتب ذرة الكربون أو رقم ذرة الكربون الحاملة للبروم رقم 2، يعني البروم معوض في موقع 2، فتو برومو 1-1 داي مثل سايكلو هكسين، بما أنه عندي مجموعتين مثل، فلازم شنو؟ داي مثل. وين معوضة هذه؟ على يا ذرة كربون رقم 1، انطيتها أنا رقم 1، فصارت 1-1 على المتحدد بأنه الداي مثل وين صايرة؟ على ذرة الكربون، ما يصير أقول 1 داي مثل، لازم أقول 1-1 داي مثل عمود أعبر عن اسم المركب بالصيغة الصحيحة بأنه ذرة الكربون رقم 1 نفسها هي حاملة لمجموعتين المثل اللي هي دايمثل سايكلو
إكسين. أرجو أن تكون التسمية واضحة للسايكلو الكاز. هذه بعض الأمثلة طلاب على موضوع التسمية ومجموعة من الأسئلة وضعت لكم هنا حتى تتمرنون عليها ويصير عندكم موضوع التسمية مفهوم أكثر، بالإضافة طبعا للأمثلة اللي أنا أدرجتها خلال شرحي لموضوع الألكانات والسايكلو ألكانات وتسميتها. لذلك اللي أرجو من عندكم أن تهتمون بموضوع التسمية بهذه المحاضرة، موجودة عندكم تعيدوها أكثر من مرة وتتمرنون على تسمية المركبات، سواء كانت أنطيكم ستركتشر يعني تركيب مثل السؤال الأول هنا وأطلب من عندكم التسمية، أو بالعكس أنطيكم اسم المركب وأطلب من عندكم ترسموا لي الستركتشر مثل السؤال الثاني اللي موجود أمامكم، give the structure formula of the following compounds، منطيكم هنا مجموعة من المركبات أسماءها يعني، ورايد من عندكم ترسمون أو تكتبون صيغها التركيبية. أرجو أن يكون الموضوع مفهوم عندكم، وأي سؤال أنا موجود إن شاء الله.